حياتي انتو الاثنين شباب وبأول عمركم، يعني شو في شيء أكتر واقعية من انه انت وبيسان تكونوا مرتبطين؟ طلع الخبر عنكم كمان، شو عم تخبوا لهلأ؟ فهموني. مو حابب احكي عن حياتي الخاصة لو سمحتي. ومين قالك تحكي؟ انت قول ايه وبس، هذا الشيء بيكفيني. يلا قولا، يلا حياتي. عفوا منك. ما فيك تهرب، رح جيبك يا حلو. معصبة مني؟ ماني معصبة، كل القصة. ايه شو كملي؟ لما لميس خانة ومقترحت قصة الحب المزيف اتوقعت انك ما رح تقبل. خيبت لك املك فيني يا مساعدة؟ يا عادي. بما انه اريج هون، شو رأيك نسرب له شوية اخبار؟ نحن بتعزاية حدا متوفي بيسان، مو وقت الكذب تبعنا هلا. ايه؟ طلعي بوشي منيح وشبعي منه. مالك لا هلا حل كلمات متقاطعة لو سمحت. اعتبارا من بكرة ما حدا رح يقول بسبب وشك الحلو انت البطل، وما حدا رح يقول رسمالك وسامتك. شو صاير معك؟ مارلون براندون كسروا مناخيره بخناقة، صاروا يقولوا له روح اعمل عملية تجميل بس هو رفض. بتعرفي ليش؟ مارش عم تخوفني بكلامك لو سمحت. لأنه راحت وسامته، عمل هالشي بس ليثبت انه ممثل وموهوب، وانا كمان رح اعمل مثله. انتوا لساتكن عم تعملوا نزالات؟ ايه والله، هنيك بحس حالي اني عايش، عندي شعور اني كل ما انضربت بيطول عمري اكثر. عم تروحوا على المستودع القديم؟ لا، نقلنا على عنبر قديم بدخلة بصارير. ها؟ باريش! باريش! لو سمحت لا تتهور باريش! باريش! وقف! هذا مو حل، وقف! باريش! استنى شوي! يا ربي دخيلك! شو كان اسمها هذا السلمي؟ رد يلا! دجلة! لك شو شنيتي؟ وين رايحة؟ شو عم تسوي؟ دجلة! ما بقى يقتل ابنه، يعني باب رزقه كله من وشه. ليش ليخاطر بحاله؟ عنده شكل حلو بيخليه يستغني عن الموهبة. باريش!
يلا ايه يلا كمان اضربوا بقى اضربوا اضربوا يلا ورا تعال لك بعدي هيك بعدي على الله ايه اضربوا روح له يلا ماريش شو عم تعمل يلا يلا يا بابا يلا 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 حدا يوقفني ان شاء الله يلا قوم على الارض قوم قوم ورجي لحالك يلا فوت فوت يلا ماريش ماريش بكفي يلا اضربوا باريش يلا كمان باريش يلا باريش باريش يلا باريش ايوه يا بطل يلا كمان باريش يلا بعد هيك خلص يا باريش شو عم تعمل باريش برافو عليك قوم يلا برافو باريش لك بكفي حاجة يلا باريش يلا باريش يلا باريش لك شو عم تعمل يلا باريش يلا باريش لك باريش ايه كمان بكفي يلا لا 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 باريش يلا باريش 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 حلال عليك باريش باريش خلص خلص بكفي لساتك مثل قبل يلا باريش يلا حلك يا بطل يا ابني يلا طلع باريش انا هون شايفني باريش خلاص شو بقى عم تحكي باريش 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 خلص عليه باريش 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 شو عم تعملي باريش برافو باريش عم تسمعني باريش قوم باريش اطلع فيني شايفني عم بحكي معك عم تسمعني قول شي قول شي منيح على مهلك على مهلك قوم انتبه شوي شوي يلا قوم استند علي روق 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 شوي شوي على مهلك سنود حالك علي وانا كان استاك ليك محطوطة هونيك تمام سنود حالك علي طول بالك وصلنا لا على مهلك باريش انتبه يا الله دخيلك عم ينزل لك دم كتير استنى شوي استنى اهدى خليني امسح لك الدم تمام حاولت تساعدني للبسك كنستك لازم اخدك على المستشفى فورا ايه هي عملة اللي عملتها يا الله منك قرب خليني لبسك الكنزة خلصني فوتها تمام هيك استنى على مهلك استنى انا رح لبسك استنى وقف 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 انت منيح تعال سند حالك على مهلك روق ورجيني عم تتوجع كتير مو هيك شو هالسؤال اكيد عم تتوجع استنى روق شوي خليني شوف عينك ما كان في داعي تساوي كل هذا لتثبت لحالك انك ممثل موهوب بعد هلا ما حدا رح يقدر يقول مشغلينك لانك حلاوه وشخصيه تعرف شغله راح تعبك على الفاضي لساتك حلاوه روق لميس خانم عم تدق شو قلها قولي الحقيقه اصلا بهي الحالة اللي أنا فيها ما فيك تخبي شيء ردي عليها نعم لميس خانم إن شاء الله خير لك فهميني وينك أنت؟ ليش أخذتي سيارة سراج؟ أنا أجيت ورا باريش لميس خانم رح أحكي لك كل شيء كلمة كلمة بس لو سمحتي اهدي شوي بالأول بما أنه قلتي اهدي شوي بده يكون صاير شيء مو منيح شو الموضوع؟ أحكي بسرعة فهميني باريش معاه شيء؟ تمام تمام بعتيلي اللوكيشن جاي لوكيشن تمام يلا فورا لوكيشن تدفشني شو عم يصير اللي باريش فهمني شو القصة انا حاول يهرب اعطونا الهويات الهويات تفضل سيدي والله ماني عامل شيء
شوي شوي واحد واحد تحت يقاوم. بس بدهم يفيشونا لا تخافي. ما عم نعمل شيء سيدي، شو عم نعمل؟ شلون ما عم تعملوا شيء كل واحد مشوه شكل؟ اجراء روتيني خلص. وانتم كمان توقفوا هون. نحن رايحين على المشفى. خلونا نعمل اجراءاتنا وبعدين بناخذكم. يا ربي. لموا لي هويات الكل. حاضر سيدي. كل الذنب ذنبي. فتشولي الكل كمان. ليش انت شو دخلك؟ ما قدرت امنعك. يعني لو بعرف سوق سيارة أحسن من هيك كنت لحقتك قبل ما تدخل لهون على الأقل. تمام اهدي شوي ما تخافي. يا الله دخيلك، إن شاء الله ما ياخذونا على المخفى. شو الحالة هاي؟ عاملين حرب عصابات أنت وياه؟ لا والله سيدي مو خلاص. نحن والشباب عم نتسلى شوي مو أكتر من هيك سيدي. إيه بس هيك. سيدي كان في خلاف بيننا وبين الشباب، نحن حليناها حبية ما هيك يا شباب؟ إيه بلا سيدي. أنت مو اللي بتمثل بالمسلسلات؟ مزبوط. تعال شوف. لك طلع في واحد مشهور هون. مو انت اللي بتعمل شخصيات يا أمور؟ انت شو عم تعمل مع هدول الحسالة؟ رفقاتي من زمان. خدوا الكل لبرا وفيشوا لي اياهم. امرك سيدي. اصحكم حدا يهرب. ها يلا شوي شوي يهربوا بقى كل واحد. خلص خلص يلا تعالوا برا. يلا انت وياه. يلا على السريع. ايه حاضر. على نصك. يا مهلك انتبه. شد رجلك شد رجلك. شباب مخصوصك عم تعرش معاها؟ موجوعة كتير يعني. تحرك انت وياه على السريع. يلا يلا ورا بعضكم. وقف هون انت وياه. حاضر. انا رح اتصل بلميس خانون، المفروض اني حطه بالصورة. يا الله دخيلك برد، شو هاد؟ شو الحالة اللي انت فيها؟ انا منيح لا تخافي ما فيني شيء. طبعا ما انا كمنيح. لميس خانم عملت كل جهدي اني لحقه بس ما قدرت. انا مديرة اعماله، ليش منحفظين على ممثلي؟ اني اخذ سيارة. نحن عم نعمل اجراءاتنا. حضرة الشرطي ربي يعطيكم الف عافية، بس شو المسألة؟ فينا نفهم؟ بالحقيقة نحن كمان لسه ما فهمنا شيء. ما فهمت شو صار. فهموني. تقابلت مع رفقاتي وبعدين اتخانقنا مع بعضنا وحليناها حبية، هي كل القصة. نحن لازم نروح على المستشفى فورا. انا من الاول هيك قلت له. مانك شايف حالته؟ هو بحاجه لاسعافات طبيه سريعه. حضره الشرطي بارش بيك اسم معروف وممثل عنا بالوكاله، وحسب ما فهمت انه ما في اتهامات بالموضوع، فاذا بتسمحوا لنا بدنا ناخذه على المشفى، وهي كرتي الشخصي كمان اذا حبيت. تفضل. فيشتوا هوياتهم يا ابني؟ ايه فيشناهم سيدي وما عليهم شيء. رجع لهم الهويات. لا بقى تخالف هيك اشكالات. تفضل. ليك عناصر كمان بيحبوك كثير، على الأقل لا تكون قدوة سيئة. يلا بارش. يلا. شكراً كثير. أول ما تقول شو قالوا لك الدكاترة، حتى لو تأخر الوقت ما يهمك، أنا ناطرتك. إيه؟ انتبه. ضل بالي عندك، كيفك؟ حاسس حالي ممسحة على باب البناية، الرايح والجاي عم يدعوسها. الظاهر عم تقرأ المكتوب على السوشيال ميديا؟ ليش عم تعمل هالشي بحالك بارش؟ بعدين هنن مو كاتبين شغلات بشعة وبس، في كتار من اللي بيحبوك عم يفوتوا يكتبوا ويدافعوا عنك. ليكك طلعتي قاريتيهم. لك أنا المفروض أقراهم لأنه هذا جزء من شغلي. أصلاً أنا ما بعطي أهمية للأمور اللي بتنشر على السوشيال ميديا. ولميس خانم كانت عم تقول إنه كلها كم أسبوع والناس بينسوا القصة كلها. طيب وأنا شلون بدي أنسى يا مساعدة؟ ما علينا، رح أتخطاها بشكل من الأشكال. ارتحت على سماع صوتك. إمتى ما بتحب اتصل بتلاقيني موجودة. بشوفك. تمام بشوفك. اسمعي، صدف رح تطلع على بيت تاني وتنقلع من وشنا. رفيقة أختها أو شي قال عم بتدور على زميلة بالبيت. ايه؟ يا ستي هي بدها تنتقل بس مشان ما تدفع للسخان. ليش أنت ما خبرتيها إنه الموضوع انحل؟
ما جبت إلا سيرة، استغليت الفرصة لحتى نخلص من المريضة البخيلة. بارش مرحبا، لميس خانم عندها اجتماع هلا. قولي لها بدي اياها ضروري كثير. دخلت على اجتماع مع المنتج، ما فيني اقاطع الاجتماع بالمره، لهيك اذا فيني انا ساعدك بشيء قلي. لا، اول ما تطلع بتتصل فيني. يسلم. متت من خوفي اني ما لحقكم. قال شو السيد جهاد عنده موعد تاني؟ كذب، مخصوص عم يعمل هيك، منطرني هون قصدا بس لحتى يعلم علي. تمام بارش، ما يطلع خلقك من هلا لو سمحت. كيفك دجلة؟ منيحة. أهلين وسهلين. لا تأخذوني، هيك بصير لما ما بتتنظم الاجتماعات قبل بوقت. بتحبوا تشربوا شي؟ شكرا كتير، يسلموا، ما في لزوم. أنا كمان ما بدي. الحمد لله على السلامة. شكرا. السيناريو معدل جهاد بيك؟ هذا اللي صار. يعني لو مخففين مشاهد بارش لأنه ما رح يلحق يصور بقول معكن حق، بس مو هذا اللي صار. انحذف الحوار ومشاهد الأكشن وصار واقف بالمشاهد مثل الديكور. هيك استدعت الحكاية، وهذا الشي بيرجع للسيناريست، أنا ما فيني اتدخل. ما تعمل هيك جهاد بيك. ما في قاعدة بتقول أنه يعمل بطولات بكل حلقة، الممثل لازم يتعلم يوقف أحياناً. أنت محولني كومبارس بالعمل سيد جهاد. شرف إقرأ الصفحة 20، الكل عم يتخانقوا ويحكوا أنا بس واقف. اتخانقت بما فيه الكفاية مع المعجبين. جهاد بي، أنا مالي مصدقة حضرتك، يعني بسبب مشكلة صغيرة على السوشيال ميديا بتعاقب بطل المسلسل؟ كأنه غير ممثلين ما بيعملوا هيك أساس. الممثلين اللي بيشتغلوا بغير مسلسلات ما بيعنوا لي لميس. مسلسلنا موجه للشباب وهو عم يهاجمون بشكل واضح، وهذا الشيء عم يضر المسلسل. هالحلقة خليه يريح وشه وشخصيته شوي، والحلقة الجاية منشوف. منشوف بالحلقة الجاية؟ يعني احتمال الحلقة الجاية كمان تكون هيك؟ بارش تمام تمام. بشو لميس؟ رح استنى تنتهي عقوبتي مثل ولد صغير رافع رجله وشه على الحيط؟ ليك بارش، انت مثل اخي الصغير. انا صار لي اكثر من 20 سنة بشتغل بهالوسط. اللي بيستفز الجمهور واللي بينزل من مستوى العمل مين ما كان بلغيله مشاهده. لك لنفرض انا بلعتها، رح ينطوا منتجين القناة ويعترضوا. 150 عيلة عايشين من هالعمل، لهيك الكل بده يلتزم حدوده، فهمان؟ انا بعرف حدودي، انا تعبان بهالمسلسل. لشهور بطلت برش وصرت يا مور، ما فيني هلا وقف على جنب وكأني قطعة ديكور. يا بترجع مشاهدي او انا او انت. شو بالله ما بتطلع على التصوير؟ بارش افندي، نحن ما منوقعك على الوراق لجمال خطك، تمام؟ افتح وشوف بالعقد شو غرامة انه ترفض تروح على التصوير. جهاد بيك، العقود بتتوقع عن طيب خاطر، وبيعمرهم ما جبروا ممثل ينزل على التصوير. بعدين اذا تواجد بارش قل رح ينزل ريتنج المسلسل. بهالسيناريو ما بطلع على التصوير، اللي عندي قلته. على مين شايف حاله هاد؟ شو مفكر حاله؟ لأنه انشهر بكم حلقة فكر حاله نجم؟ أنت كمان جرت عليه كتير جهاد بيك، وحكاية من الخيال نجح لأنه العالم حابين بارش. زلمة ما بيعرفني وبيسبني سكوت بارش، المنتج بيلغيلي مشاهدي وبيعملني كومبارس سكوت بارش، بكفي بقى. الحق معك بس اهدى شوي. أنا هادي أصلاً، أنا هادي. ليش الكل ناطرين مني حطة واطي عطول؟ برافو برافو عليك لميس. وحياة الله رح جن، هذا شو مفكرني قدامه ولد صغير لأسكت له؟ ليش عم تستفزه للزلمة؟ قلي انت شو رح تستفيد؟ بلكي قلك تفضل الله معاه. بعدين شلون تمشي انت؟ نسيان انه عندك عقد؟ انا هذا العقد كله ما بيعنيني. بيقدر يجبرك ويدفعك غرامة. مو فارقة معي ابدا، بجرب حظي بمكان تاني. ايه لانه الوسط كتير عاتل حاله على ممثل عنيد وبيعمل مشاكل مثلك. شو رح يصير هلا؟ يا ربي دخيلك رح جنني. يعني عن جد بارش رح يترك المسلسل؟ ألو؟ شو أخبارك يا مساعدة؟ ما رح تصدق، بس أنا هلأ رح أطلع بمركب بعد شوي. رح تاخدي مركب وتطلعي بالبحر؟ حلو كتير. يا ريت أنا كمان لو فيني روح. صوتك ما أنا على بعضه أبداً، خير في شي؟ إذا بخصوص برنامج الصحفية لا تحط ببالك، ليك هي قلة أدب منهم مو أكتر. أنا كتير محتاجك. وينك؟ أنا ويني؟ بصراحة أنا ما بعرف مكاني بالضبط، بدك أبعت لك اللوكيشن؟ تمام تمام،
يلا رح ابعته. خربت كل شي بإيدي. كنت بدي اتصل فيك مبارح بس قلت ما بدي اضغط عليك أكتر من هيك. شو بيعرفني؟ الإنسان بيحب يضل وحده أحيانا. فجأة بقيت لحالي، ما كنت متخيل إنه معجبيني رح يتركوني بهالسرعة. لا بارش، شنن ما تركوك. بين المعجبين والمشاهير في علاقة حب وكره غريبة، بلحظة بيحبوا كتير وبعدين كمان بيكرهوا، والخطوة اللي بعدها بتكون النسيان غالب. مو هيك أبدا. ماني غبي لدرجة ما أفهم شو عم يصير. ماني محفور بعقول المعجبين، يعني إذا ما شافوني لشهر بينسوني وأنا برجع لنقطة الصفر. حتى مو لنقطة الصفر، لتحت الصفر. يعني بعد ما لعبت دور البطولة ما فيني ألعب أدوار صغيرة. مو على أساس مارلون براندو هو قدوتك؟ ها؟ أنت بتعرف الهبوط يلي عاشه أكتر من مرة بحياته كممثل؟ كان واصل للقمة و... ليكو هداك الكوخ لقيته. تمام، وقف. وين العقود؟ ما نبني مو هيك؟ ليك جايون كم نقطة. ها يلا بسيطة. شكراً كتير، عزبناك. العفو يا بنتي. يسلموا. الله يسلمك. شاتاي بيك؟ اي نعم. وانتو؟ مسك لي ايدي. انا بعرفك، انت ممثل؟ يا مور بحكاية خيال. اي صح. وانتي؟ أنا مساعدة لميس خانم، عم بشتغل معه من جديد. جيت من أنطاليا. وبارش ممثل عم يعمل دور البطولة بحكاية خيال. سيناريو؟ ايه، جبت سيناريو لحضرتك وفي عقود لازم توقع عليهم حضرتك. وليك على فكرة كتير حابة أعرف شو الدور اللي رح تاخده حضرتك. وحضرتي؟
أنا لي أسبوعين عم دور على حضرتك تشاتاي بيك. أسبوعين؟ صار لي كل هالوقت؟ ما حسيت عليهم؟ هون هيك الوقت بيمشي بسرعة. تفضل. وقع لي هون وخليني أمشي مشان ما سبب إزعاج لحضرتك. عم ساوي سمك أصلاً، ناكل سوا، جايين من طريق طويل أنتو، يلا. والله أنا موافق. طيب ماشي. شرفوا.